أعتقد أنه من الصعب جدا أن نتنبأ ونفهم بالضبط ما يفعله ترامب، لأني أعتقد أن ترامب ليس شخصية تخطط استراتيجية للمدى البعيد. أعتقد أن كل العمل ونشاطه السياسي إنما أكثر من نوع من الرقص، نوع من الجاز في الموسيقى. في الجاز أنت لا تخطط ماذا ستكون النوتة المقبلة، وإنما تتماشى مع النوتات والموسيقى. وأعتقد أن ترامب يفعل نفس الشيء. بالنسبة لكوريا الشمالية على سبيل المثال، أعتقد أنه راهن بعض شيء، هذا كشف كبير، أنه يذهب ضد التيار ويقول لما لا. لا أعتقد أنه هذا جميع الاحتسابات الذكية التي اتخذها الأستاذ هنا. أعتقد أنه يتماشى مع الأمر، وأيضا في الشرق الأوسط هو يتماشى مع التيار، ولكن هناك خط يتبعه. وقال أنه تم تبذير أكثر من 2-3 تريليار دولار في على حروبات في الشرق الأوسط، لا يريد أن يبذر هذه الأموال في الشرق الأوسط، وهذا خط واضح من قبله. وأعتقد أنه بالفعل يبحثون عن طريقة بالفعل لأجل أن تهدئ خواطر الداعمين للولايات المتحدة والراغبين بعودة الولايات المتحدة عبر اختيار الأسلحة والتدريبات المشتركة وما غير ذلك. نعم.